أسعد الله أوقاتكم بكل خير من منصة حماة التربوية. معكم المدرسة أميرة الأمير. سنقدم لأعزائنا طلاب صف التاسع درس السياحة من مادة الجغرافيا، وسيرافقنا الطلاب مارتا عبدو، سالي غندور، طارق عوكان، محفوظ الخوري. أهلا وسهلا بكم جميعا. كان هناك موظفان في شركة سياحية في العاصمة دمشق. كان هذين الموظفان يتمتعان كانا يعملان بشكل دائم مع السياح، لذلك قررت هذه الشركة أن لهما هدية، وأن تكون هذه الهدية في 27 أيلول من كل عام الذي يعتبر عام للسياحة. هذا الشركة قدمت لهم شيئان، أحدهما أن يذهب إلى إسبانيا والآخر أن يذهب برحلة إلى منتجع نبع الحياة في سوريا. فاختار أحدهما منتجع نبع الحياة في سوريا لأنه يعاني آلام في المفاصل، الآخر اختار إسبانيا لأنها تتمتع بالمتعة السياحية وبشكل كبير فهو يحب السفر. برأيكم أيهما سيحتاج إلى جواز السفر؟ هذا المسافر إلى إسبانيا لأنها تقع خارج حدود سوريا. أحسن، المسافر إلى إسبانيا هو من يحتاج إلى جواز سفر، فهو يحتاج إلى جواز سفر لكي يذهب إلى إسبانيا. أما الثاني فهو سيذهب إلى داخل سوريا فلا يحتاج إلى أي جواز من السفر. بعد التعرف على هذا النص، برأيك ما هي أنواع السياحة؟ تالي؟ سياحة داخلية وسياحة خارجية. من منكم يستطيع أن يعرف لنا السياحة الداخلية؟ طارق؟ هي تجوال فرد وسفره في مناطق داخل حدود دولته لمدة زمنية لا تزيد عن عام. أحسن، وما هي السياحة الخارجية؟ تجوال الفرد وسفره إلى مناطق خارج حدود دولته لمدة زمنية لا تزيد على عام. أيضا أحسن، لذلك يمكن أن نقول أن المسافر الذي سيحتاج إلى جواز السفر المسافر إلى إسبانيا لأنه سيسافر إلى خارج حدود دولته. كذلك ذكرنا أن أنواع السياحة هي سياحة داخلية وسياحة خارجية. أما بالنسبة إلى التعاريف، فالسياحة الداخلية هي تجوال الفرد وسفره إلى داخل حدود دولته لمدة لا تتجاوز عن عام. أما السياحة الخارجية أيضا هي تجوال الفرد وسفره خارج حدود دولته لمدة لا تزيد عن عام. من يستطيع ما هو تعريف السياحة الداخلية؟ مارتا؟ هي تجوال الفرد وسفره داخل حدود دولته لمدة زمنية لا تتجاوز عام. أيضا السياحة الخارجية ثالث؟ هي تجوال الفرد وسفره خارج حدود دولته لمدة زمنية لا تزيد عن عام. أحسنتما. يوجد أمامنا نص عن إسبانيا، هذه الدولة التي تتميز بأنها واجهة سياحية بالدرجة الأولى، فهي تحتل المركز الثاني بعد فرنسا من حيث الأهمية السياحية حسب تاريخ 2017 ميلاديا. من يقرأ لنا النص؟ مارتا؟ صنفت إسبانيا في عام 2017 ميلادياً ثاني وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا، إذ بلغ عدد السائحين فيها نحو 82 مليون سائح تقريباً، لما تمتلكه من مقومات جذب سياحي طبيعية وبشرية متنوعة. فالمسافر الذي يأتي من خارج البلاد لمشاهدة مباراة كرة القدم من بطولة الدوري الإسباني، هذه البطولة التي تستقطب ملايين السياح سنوياً، لا يدفع ثمن التذكرة لحضور مباراة فقط، بل إنه سيستمتع بالملاعب العملاقة والمتاحف الرياضية والخدمات الموجودة من مطاعم وفنادق وأسواق. شكراً. إذن تعرفنا أن يوجد فيها المتاحف الرياضية. المتاحف الرياضية، حيث ذكر تقرير المعهد الوطني الإسباني أن عدد السائحين الذين جاءوا إلى إسبانيا لأهداف رياضية في عام 2016 هو 10 مليون سائح، وهذا طبعا سيزيد من ميزانية الدولة الإسبانية بشكل كبير جدا، فقد وضعت 12 مليار دولار من هذه الأموال السائح. برأيكم ما هو نوع السياحة الذي يمكن لنا أن نقوم بها في مثل هذه المتاحف؟ محفوظ؟ سياحة ثقافية
أحسنت، إذن السياحة الثقافية أثناء زيارتنا للمتاحف الرياضية سنمارسها. أيضا يوجد لدينا ملعب كامب نيو اي، الملعب الجديد، وهذا الملعب يتسع إلى نحو 100,000 مشجع، ويعد من أكبر الملاعب الموجودة في أوروبا والثالث أكبر الملاعب الموجودة في العالم. برأيكم ما هو نوع السياحة الذي يمكن أن يمارسها السائح في هذه الملعب طارق؟ سياحة رياضية. سياحة رياضية، أحسن. ويوجد لدينا الأوكاريوم في مدينة برشلونة الإسبانية، فهي مقصدا للمهتمين بعلوم البحار والمحيطات بشكل كبير جدا، الذي يمنح للزائرين المتعة والفائدة من حيث وجود الكائنات البحرية الممتعة. برأيكم ما هي نوع السياحة الذي يمكن أن تمارس في مثل هذا المجال؟ سالي. سياحة ترفيهية تعليمية. سياحة الترفيهية والتعليمية معا، أحسنتي. أيضا لابد للسائح من تجربة الطعام الإسباني، وأيضا أن يشاهد بعض النشاطات الفنية الخاصة بالتراث الإسباني، مثال على ذلك الفلامينكو الموجود لأشهر الأعمال الفنية للعالميين جدا. حتى لو كانت الفلامينكو انطلقت من الوطن العربي، لكن إسبانيا تتميز بتراثها أنه موجود فيها وبشكل كبير. برأيكم ما هي نوع السياحة الذي يمكن للسائح أن يمارسها في هذه المطاعم والمشاهدات الجميلة؟ مارتا. سياحة ثقافية. سياحة أيضا ثقافية، من حيث التعرف على عادات وتقاليد الشعوب. أيضا لابد للسائح وهو متجه إلى مدينة غرناطة أن يشاهد قصر الحمراء، وأن يشاهد في قرطبة مسجد قرطبة، وهي من الآثار الباقية للعمارة الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى. برأيكم قصر الحمراء ما هو نوع الثقافة الذي يمكن أن يمارسها السائح فيها؟ طارق. سياحة ثقافية. سياحة أيضا ثقافية. ومسجد قرطبة في قرطبة محفوظ. سياحة دينية. أحسنتم. أيضا إذا قصر الحمراء سياحة ثقافية ومسجد قرطبة سياحة دينية، ولا تكتمل الرحلة إلا بزيارة الجزر الإسبانية الواقعة في البحر المتوسط، وهنا لما تمتازه من شواطئ رملية لمحبين السباحة وركوب الأمواج، وبقصة أيضا هواة تسلق الجبال. برأيكم ما هي نوع السياحة الذي سيمارسها السائح في مثل هذه المناطق الجبلية أو في مثل هذه الجزر؟ سالي. سياحة المغامرات. سياحة المغامرات، لما يوجد من عامل تشويق جدا رائع. فكما شاهدتم أنواع السياحة تختلف حسب النشاط، وهي تتمثل بالسياحة الثقافية، العلاجية، البيئية، الدينية، الرياضية، سياحة المؤتمرات والأعمال، والسياحة الترفيهية، وسياحة المغامرات والتعليمية. مارتا اقري لنا السياحة الثقافية. السياحة الثقافية هي زيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف، فضلا عن عادات وتقاليد الشعوب. أحسنت. سالي. السياحة العلاجية هي سفر بهدف العلاج والاستجمام إلى أماكن تتمتع بخاصيات علاجية طبيعية. طارق. السياحة الدينية هي السفر بهدف الحج أو زيارة الأماكن المقدسة. محفوظ. السياحة الرياضية السياحة الرياضية هي السفر للتمتع بمشاهدة الألعاب الرياضية المختلفة أو زيارة معالم رياضية مشهورة أو حتى المشاركة في هذه الألعاب. مارتا. سياحة المؤتمرات والأعمال، يقصد بها السفر لهدف مهني بغرض حضور المعارض والمؤتمرات وما يرافقه من نشاطات متنوعة. سالي. السياحة الترفيهية هي السفر بغرض الاستجمام والترفيه والترويح عن النفس إلى وجهات تتمتع بمقومات طبيعية وخدمية متنوعة. طارق. سياحة المغامرات، يقوم بعض المغامرون بتجارب خطيرة وممتعة في الوقت نفسه، مثل تسلق الجبال وركوب الأمواج والقفز المظلي. السياحة التعليمية هي نشاط سياحي تهدف لاكتساب الخبرة في التعليم ونمو الفكري وتنمية المهارات عن طريق الرحلات المدرسية أو الرحلات العلمية أو دورات اللغة. تمام. إذن أنواع السياحة حسب النشاط الذي يمارسه السائح تتمثل بهذه الأمثلة، وذلك تبعا للمقومات الموجودة فيها. برأيك ما هو النوع السياحة الذي قام بها كل من موظفي شركة السياحة؟ لو بدأنا بالسائح الذي ذهب إلى منتجع الحياة، ما هو نوع السياحة؟ ما هو نوع السياحة الذي أقامت بها؟ محفوظ. سياحة علاجية. أحسن. سياحة علاجية، لماذا؟ لأن المنتجع يحتوي على مياه كبريتية. أحسن. إذن يحتوي على مياه كبريتية. فالسائح الذي انطلق إلى منتجع الحياة في سوريا تمثلت سياحته بنوع السياحة العلاجية.
مقوماتها وجود المياه الكبريتية. أيضا السائح الذي ذهب إلى أسبانيا يتمثل بالكثير من الأنواع السياحة الموجودة حسب النشاط. في رأيكم ما هي أهم أنواع السياحة التي مارسها أو سوف يمارسها السائح المتجه نحو أسبانيا؟ سالي. سياحة ثقافية. سياحة ثقافية. مثال. زيارة المتاحف الرياضية. زيارة المتاحف الرياضية. أحسنتي. ما هي مقوماتها؟ توافر هذه المتاحف في إسبانيا. أحسنتي. إذا السياحة الثقافية. التي تمثلت بزيارة متاحف كالمتاحف الرياضية بسبب توافر المتاحف الرياضية. أيضا هل اكتفينا بزيارة المتاحف من حيث السياحة الثقافية أو يوجد شيء آخر يمثل السياحة الثقافية في إسبانيا؟ من يذكر لي أيضا نوع آخر من السياحة الثقافية ماذا؟ الفلامينغو لتعرف على عادات وتقاليد الشعوب. أحسنتي. إذن أيضا السياحة الثقافية مرة أخرى من حيث التعرف على عادات وتقاليد الشعوب. أيضا ما هي أنواع السياحة التي مارسها السائح المتجه نحو إسبانيا؟ ما هي أنواعها طارق؟ سياحة دينية. سياحة دينية. زيارة مسجد قرطبة. أحسن. إذن السياحة الدينية. توافر المقومات والمعابد الدينية. أيضا ما يوجد هناك أنواع أخرى من أنواع السياحة محفوظ؟ سياحة المغامرات. أحسن. مثل ماذا؟ تسلق الجبال وزيارة الجزيرة وأيضا توافر التجارب الخطرة. أحسن. إذن سياحة المغامرات التجارب الخطيرة مثل تسلق الجبال والجزر البحرية. أيضا ما يوجد لدينا من أنواع السياحة مارتا؟ السياحة التعليمية. السياحة التعليمية. كالأكواريوم لاكتساب خبرة تعليمية من خلال التعرف على أنواع الأسماك. أحسنتي. إذا السياحة التعليمية. للاستفادة من الخبرات التعليمية. مثال الأوكار. أيضا طارق. سياحة ترفيهية. أيضا الترفيهية. مثال. لتوافر المقومات لتوافر التضاريس والمناخ المتنوع في إسبانيا وبالتالي كثرة الأماكن السياحية. مثال الأكواريوم. أحسن. إذن السياحة الترفيهية. وجود الكثير من مقومات السياحة الترفيهية مثل المناخ المتوسطي والتضاريس. أيضا يوجد لدينا آخر نوع من أنواع السياحة. من يسأل لي؟ سالي. سياحة ثقافية. زيارة قصر الحمراء. أحسنتي. أيضا إذن متاحف وآثار. أيضا يوجد لدينا سياحة أخرى بالذهاب إلى الملاعب. ماذا نسميها هذه السياحة مارتا؟ سياحة رياضية. تمام. إذن توافر الأماكن الرياضية. إذن نهاية الأنواع من أنواع السياحة التي مارسها كل من الشخصين اللذان ذهبا إلى إسبانيا وإلى منتجع الحياة تمثلت بجميع أنواع السياحة. السياحة الرياضية لتوافر مقومات السياحة الرياضية.
ما هي أنواع السياحة حسب النشاط الذي يقوم به السواح؟ تالي: السياحة العلاجية، والسياحة الثقافية، والسياحة الترفيهية، وسياحة المغامرات، والسياحة التعليمية، والسياحة الرياضية. أحسنت. لابد لنا أثناء السياحة أن نكون على قد المسؤولية، وأن يكون هناك أمور يجب علينا أن نعرفها. بداية من رأيكم، ما هي أهم الأمور التي يجب أن نراعيها أثناء زيارة أي بلد، سواء كنا خارج هذه وخاصة خارج حدود بلدنا؟ محفوظ: مراعاة طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، وتجنب الإساءة إلى الذوق العام، وإعطاء صورة جيدة عن بلدك. أحسنت. طيب، من يقرأ لنا النص؟ طارق: إذا كان من حقك وأنت سائح دخوله إلى المناطق الأثرية والدينية والاختلاط بالمجتمع في الأماكن العامة، فإن عليك واجبات يجب مراعاتها، ومن أهمها مراعاة طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، تجنب الإساءة إلى الذوق العام، تقديم صورة جيدة عن بلدك، فما تراه تصرفا طبيعيا في مجتمعك قد يراه مجتمع آخر تصرفا غير لائق، لذا يجب الاطلاع على عادات البلد الذي تزوره وتقاليده، كطريق إلقاء التحية، قواعد الجلوس على المائدة، وتقيد بنظافة. نتمنى أن تكون هذه الواجبات مراعاة من قبل جميع السائحين في خارج بلدنا. أيضا وضعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو مجموعة من الشروط من أجل أن يكون هناك هذه المقومات لكي نصبح ضمن لائحة التراث الطبيعي العالمي. من يقرأ لنا النص؟ سالي: وضعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة 4 معايير طبيعية لإدراج موقع طبيعي ما ضمن لائحة التراث الطبيعي العالمي، ويجب على الموقع أن يستوفي واحدا منها على الأقل لإدراجه على القائمة. هذه المعايير هي: أن يمتلك الموقع جمالا طبيعيا استثنائيا، أن يمتلك أمثلة بارزة على مراحل من تاريخ الأرض تبين تاريخا جيولوجيا واضحا، وأن يمتلك أمثلة بارزة بيئية وبيولوجية ومياه عذبة ساحلية بحرية، أن يكون مؤلا لأنواع حيوانية أو نباتية مهددة بالانقراض، وذات قيمة عالية فريدة من وجهة نظر العلم. طبعا. يوجد لدينا الآن مثال على محمية موجودة في سوريا، وهي محمية الفرنلو الموجودة في محافظة اللاذقية، وهذه المحمية تتميز بالكثير من الأشياء التي يمكن لنا أن تشجعنا لتصبح ضمن لائحة التراث العالمي الطبيعي، أهمها وجود الصخور الاندفاعية الخضراء، وأيضا وجود أنواع نباتية مميزة كالسنديان والصنوبر، وأيضا أنواع من الحيوانات البرية كالذئاب والغزلان والأرانب بشكل أساسي، يضاف إليها أنواع الطيور النادرة. برأيكم أعزائي الطلاب، هل يمكن إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي الطبيعي؟ مارتا؟ نعم. لماذا؟ لأنها تتميز بأنها نشأت على أنواع من الصخور الاندفاعية الخضراء النادرة الوجود في سوريا، وتحتوي أنواع نباتية متنوعة أهمها السنديان والصنوبر، وأنواع من الحيوانات البرية كالذئاب والغزلان والأرانب وبعض الطيور النادرة. إذن يوجد لدينا كثير من الشروط التي تتوفر فيما وضعته منظمة الأمم المتحدة لكي تنطلق على هذه المحمية، فلذلك يمكن لنا بسبب ميزاتها التي نشأت على أنواع من الصخور الاندفاعية الخضراء النادرة الوجود في سوريا، وكذلك تحتوي أنواع نباتية متنوعة أهمها السنديان والصنوبر، وكذلك أنواع من الحيوانات البرية كالذئاب والغزلان والأرانب وبعض أنواع الطيور النادرة. هذا الأمر لابد لنا أن نجعل مثل هذه المحمية ضمن لائحة التراث العالمي. أريد منكم النظر إلى خريطة سوريا التي توجد فيها الكثير من المعالم السياحية الموجودة في بلدنا العزيز. ما هي أهم المعالم السياحية التي تعلمونها عن سوريا؟ سالي: قلعة حلب في محافظة حلب. أحسنت، قلعة حلب في محافظة حلب. ما هو نوع السياحة التي يمكن أن نمارسه في مثل هذه القلعة؟ سياحة ثقافية. أحسنت. أيضا من يستلي أحد المعالم؟ طارق: جامع خالد بن الوليد. أين يوجد؟ في مدينة حمص. أحسن، إذن جامع خالد بن الوليد الذي يوجد في مدينة حمص، أي نوع من السياحة يمكن لنا أن نمارسه؟ سياحة دينية. السياحة الدينية، أحسن. أيضا من يسر لنا؟ محفوظ: مدرج بصرة في محافظة درعا، سياحة ثقافية. أحسن، إذن مدرج بصرة أيضا في
في محافظة درعا، وهو نوع من أنواع الآثار الباقية في بلدنا الجميل، ويمكن لنا أن نمارس السياحة الثقافية فيه. أيضا من يسر لنا ماركا؟ أوغاريت في محافظة اللاذقية. ما هو نوع السياحة التي يمكن أن نمارسها في المتحف؟ ثقافية وتعليمية. إذن السياحة الثقافية لأنه يوجد متاحف، وتعليمية لأنه يوجد فيها أبجريت أوغاريت. أحسنت. أيضا من يسر لي بعض المعالم سالي؟ نواعير حمام في محافظة حمام. أحسنت. سياحة ثقافية. مقومات أنها من الآثار. أنها من أهم الآثار، فيمكن لنا أن نقوم بالسياحة الثقافية. جيد. أيضا طارق. آثار تدمر. آثار تدمر في أي محافظة توجد؟ في محافظة حمص. في محافظة حمص. أيضا ما هو نوع السياحة التي يمكن لنا أن نقوم بها؟ سياحة ثقافية. سياحة ثقافية. أيضا محفوظ. المسجد الأموي في العاصمة دمشق. أحسنت. ما هو نوع السياحة التي يمكن أن تمارسها؟ سياحة دينية. سياحة دينية لتوافر المقومات الدينية. جيد جدا. إذا يوجد في بلدنا الكثير من أنواع السياحة، ويمكن لنا أن نقول أن بلدنا هي من أهم الأنواع السياحية ومن أهم البلدان السياحية الموجودة في العالم، فيجب علينا المحافظة على آثارنا من أي عبث ومن أي شيء آخر، ويجب أيضا أن نقوم بجميع واجباتنا من حيث الدعاية والإعلان لجذب السياح من جميع دول العالم، وننشط الاقتصاد الوطني في بلدنا الحبيب سوريا لما يمتلكه من مقومات رائعة. شكرا لحضوركم ماركا سالي محفوظ وطارق.